حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. هكذا إذا مشاهدينا الكرام تابعنا الشوط الماضي، تابعنا شوط الضبيش طيط بن سالم بن راشد بالحبالة الاكتبي 4:29. انتقلنا إلى شوط جديد، شوطنا 13 بمجموعة أو الشوط 14 بمجموع هذه الأشواط. الشوط 14 يحمل فئة الإبكار. ننطلق مع شوطنا ايضا شوطنا 14 حاملا فئه الابكار. نتابع هذه الاسماء، نتابع هذه الشعارات مع مقدمه الشوط والرقص الاول والبدايه مع هذا الشعار الذي يتقدم في مقدمه الشوط. بنتابع هذا الاسم، بنتابع هذا الشعار القادم اللي هي سيوف هادف بالحزم بن قناص العامري، بينما المركز الثاني تتقدم مع المركز الثاني اللي هي غاية بشعار ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، بينما المركز الثالث وتابع زعفرانة خليفة بن مصبح بن محمد الظاهري المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت بهذه اللحظات الغادمة بالمركز الرابع، أيضا هذه الغادمة في المركز الرابع بهذه اللحظات تعويض محمد بن سالم بن علي البلوشي. والمركز الخامس ملوح الحميدي بن حمود بن سعيد الوهيبي. والمركز السادس تقدمت هنا طماشة سعيد بن حمد بن محمد بن عايد الاكتبي. المركز السابع سابع الأسماء وتابع شواهين علي بن السليمي بن سالم العمري، بينما شعار الكليلي قادم، شعار سعيد بن محمد الكليلي العامري يقدم لنا الصريدية، أو شعار أيضا مسعود بن محمد بو حبل المنصوري يقدم الصريدية. بالمركز السابع بالمركز الثامن بهذه اللحظات، المركز التاسع وتابع امجاد سعيد بن حمد بن يروان النيادي. المركز العاشر نجود سيف بن سالم النايل الشامسي، ولكن نعود واقتربنا من الكيلو الاخير، الكيلو المثير بقيادة غاية يا غاية ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي. من يقدم لنا غاية هنا، غايدة هذا المسار التي تقود الأسماء، تقود الشعارات، قائدة لهذه الشعارات. ما شاء الله على هذا العرض، على هذا الانطلاق الذي تقدمه غاية هنا بهذا الرقص المميز. ولكن وصلت الأسماء، وصلت هنا أمجاد غادمة، سعيد بن حمد بن يروان النيادي، بدأ ينادي النيادي مع أمجاد في المركز الثاني. المركز الثالث زعفرانة خليفة بن مصبح الظاهري، ولكن البداية المركز الرابع وتابع الوصول من شذا مطر بن سالم بن سيف البلوشي، وتابع هنالك شعار ايضا الصريديه مسعود بن محمد بو حبل. ولكن البدايه غايه ضاحي بن جمعه بن سعيد العميمي. ما شاء الله بن يروان امجاد في موقع المجد، سعيد بن حمد بن يروان النيادي. ما شاء الله تبارك الله على هذه النهاية المميزة. سلام بن يروان، سلام أمجاد، سلام، وسيطر على ساحة الميدان بن يروان. المركز الثاني اللي هي غاية ضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي. المركز الثالث وصلتنا مع المركز الثالث أيضا جميلة، شعار الاكتبي مع المركز الثالث، ايضا شعار الاكتبي مع
شذا مطر بن سالم بن سيف. حمد رقم 7 بالمركز الثالث، مطر بن سالم بن سيف البلوشي المركز الرابع. رابع الاسماء وصلتنا الصريديه مسعود بن محمد بو حبل المنصوري المركز الخامس. خامس التحديات اذا مشاهدينا الكرام مع لجنه الخط، هكذا التوقيت الزمني توقيت هذا الشوط 4:29.50 جزء من الثانيه سجلت معنا بهذا الشوط امجاد سعيد بن حمد بن يروان النيادي. مشكور يا ايضا يا النيادي.